هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، معتدل على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل بقى الجو هيكون مائل للبرودة على أغلب الأنحاء. كمان في النهاردة نشاط للرياح، أحياناً قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد، مع وجود فرص الأمطار خفيفة على السواحل الشمالية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. أخبار الجو إيه النهاردة، وفي أي ظواهر جوية متوقعة النهاردة؟ احنا طبعا بعد الارتفاع اللي شاهدناه في قيم درجات الحراره خلال الايام الماضيه، وايضا نشاط الرياح اللي كان مثير للرمال والاتربه في معظم المحافظات، وده كان وفقا لتوقعات الهيئه العامه للارصاد الجويه، هنبدا من اليوم نتاثر بتوزيعات ضغطيه مختلفه تماما. هنبدا نتاثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. المنخفض الجوي ده هيعمل على وجود سحب منخفضه ومتوسطه، فتساعد على انخفاض قيم درجات الحراره. كمان مصادر الكتل الهوائيه هيبدا يختلف، يكون كتل هوائيه معظمه شمالي قادم من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، فمن النهارده قيم درجات الحراره تبدا تنخفض بشكل تدريجي بمعدل من 4 لـ6 درجات عن اليومين الماضيين. هنكون حول المعدلات الطبيعيه، ويمكن كمان في بعض الايام في هذا الاسبوع تكون قيم درجات الحراره اقل من المعدلات. اليوم تحديدا العظمى على القاهره الكبرى هتكون 30 درجه مئويه بانخفاض 4 درجات عن امس، فبالتالي اليوم الاجواء تكون اجواء ربيعيه حاره فتره النهار في القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، اجواء معتدله في الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط سواحلنا الشماليه، تبقى شديده الحراره في محافظات جنوب الصعيد ده فتره النهار وتحديدا في وقت الظهيره مع وجود اشعه الشمس. فترة الليل مع غياب أشعة الشمس، يمكن احنا لاحظنا الليلتين اللي فاتوا ان قيمة درجات الحرارة الصغرى مرتفعة، لكن متوقع الليالي اللي جاية ان شاء الله ان تحصل انخفاض قيم درجات الحرارة الصغرى. نرجع تاني للجو اللي فيه بعض البرودة فترة الليل المتأخر او فترات الصباح الباكر، الاجواء ترجع تاني اجواء مائلة للبرودة خاصة في المحافظات الشمالية، وخاصة كمان في اوقات الليل المتأخر اللي هي فترات الفجر وفترة الصباح الباكر، لان كمان ايضا اليوم متوقع ان يكون في نشاط لرياح في اغلب محافظات الجمهورية. سرعات الرياح هتتراوح ما بين 30 الى 40 كيلومتر على الساعة، ده هيساعد على انخفاض قيم درجات الحراره، هيساعد بشكل كبير ان احنا نحس بالبروده فترات الليل، لكن هيكون مثير للرمال والاتربه في المحافظات الجنوبيه. يعني احنا هنلاحظ ان المحافظات الشماليه خلاص الاتربه والرمال المثاره زالت ما عليها تماما، هتبقى الاتربه اليوم في الاماكن المكشوفه في محافظات شمال الصعيد وجنوب الصعيد، يعني المنيا، اسيوط، الاقصر، اسوان، الاماكن دي اللي هيكون عليها اتربه ورمال مثاره، ومتوقع استمرار كمان الاتربه والرمال المثاره معانا بكره الحد والاثنين ان شاء الله. برضه في الصعيد ولا كمان في القاهره يا دكتوره منار؟ لا في الصعيد فقط، في محافظات شمال الصعيد هي اللي هيكون عليها اتربه ورمال مثاره، المحافظات الشماليه بما فيهم القاهره مش هيكون فيها اي اتربه ورمال مثاره. كمان هيكون لسه في استمرار للمنخفض الجوي اللي بيأثر علينا، ففرص الامطار هتظهر بكره الحد والاثنين على بعض الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط ومحافظات شمالي الوجه البحري، وده دلاله اكتر ان احنا ان شاء الله الاجواء خلال الايام اللي جايه تكون اجواء ربيعيه بامتياز في معظم المحافظات. لكن هنخلي بالنا طبعا مهم جدا من نوعيه الملابس، لسه بناكد تاني على نوعيه الملابس خلال فترات الليل صحيح. او فترات الصباح الباكر، بفضل ما تكونش ملابس طبعا صيفيه بشكل كامل تجنبا لنزلات البرد. مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه في المحافظات يفضل طبعا واحنا خارجين نرتدي الكمامات، القياده تكون بهدوء تام على اغلب الطرق، وطبعا نستمر في المتابعه الجيده للنشرات الجويه، لان دايما فصل الربيع هو فصل التقلبات الجويه الحاده والسريعه واللي بيحصل فيه تغير في حراره الطقس، وايضا ممكن التنبؤات الجويه في اي وقت. لكن على مدار هذا الاسبوع العظمى على القاهره الكبرى هتكون ما بين 28 ل 30 درجه مئويه، فاحنا كمان خلال الايام الجايه هنحس اكثر بالاعتدال في الاجواء، وفترات الليل هيكون فيها البروده، لكن ان شاء الله ما فيش اي تقلبات جويه ممكن تاثر على اي اعمال انشطه يوميه. ان شاء الله. بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، وتعالوا مع بعض بقى دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده.
في القاهرة العظمى هتكون 30 والصغرى 18، وأيضا في العاصمة الإدارية 30-18، الإسكندرية 24-17، والعلمين الجديدة 24-16، مطروح 23-14، دمياط 25-18، بورسعيد 25-18، والإسماعيلية 31-17، في السويس 30-18، وفي العريش 27-15، كاترين 30-12، وطابة 32-19، حلايب 35-22، وشلاتين 36-22، شرم الشيخ 36-23، والغردقة 37-22، أما في الفيوم فالعظمى 32 والصغرى 17، نفس درجة الحرارة في بني سويف 32-17، في الوادي الجديد 39-22، وأسيوط 35-19، سوهاج 38-22، وإنا 42-24، الأقصر 42-24 أيضا، وأسوان 43-25. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة، ودلوقتي عودة مرة تانية لمحمد وجمانة ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا. شكرا.